had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all. اول يوم جيم كده خلاص خلص. انا اتشليت ولا ايه؟ رجلي منمله وورايا منمل كلي منمل ياما. في ثلاثة حاجات عايز اقولهم. اول حاجة في اول يوم جيم او اول اسبوع من الجيم ياريت هنبتدي من ربع ساعة لساعة الا ربع. ليه؟ عشان العضلات بتاعتنا ما تتعبش. عشان تاني يوم لما نيجي نروح الجيم نيجي نروح كويس وبعدين ما نشيلش حديد وما نزهقش. لان لو كنا تعبانين هنروح واحنا متأزمين يعني نفسيا وتعبانين وشايلين هم وكلام. لا احنا عايزين نروح مبسوطين مرتاحين. هو اول اسبوع بس لحد لما الجسم ايه الجسم قاعد مصد بقاله فترة لحد لما الجسم يفك الزرجانة اللي فيه دي تتفك وتترمي. ده بالنسبة لعدد وقت الجيم من ربع ساعة لساعة إلا ربع. حاجة تانية بقى لما نخلص الجيم ما ناخدش شاور على طول. في حاجة اسمها مش عارفة ايه مسام مفتوحة ولا مش مسام مفتوحة. لما ناخد الشاور والجسم كمان اصلا سخن لسه مش عارفة بيحصل له ايه ولا مش بيحصل له ايه. حاول اجيب البديل مع ده. لما كنت بلعب جيم من فترة مثلا لو اخدت لو عملت الجيم وخدت شاور على طول لا انا بعي وبيجيلي برد وبقعد اسبوع او اربعة ايام في البيت وما بروحش تاني. فلا الجسم يبرد خالص 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 وبعد كده ناخد الشاور. وعلى بال ما الجسم يبرد نغير الهدوم بتاعت الجيم بتاعتنا بيكون فيها عرق بتكون فيها رطوبة هنغيرها وهنلبس تيشيرت نظيف تيشيرت ناشف كده ونظيف. وبعد كده واحنا خارجين من الجيم ما تنسوش الصن بلوك. الشمس ما شاء الله بتعمل حاجات مش كويسة خالص. الشمس حلوة كل حاجة بس بتحرق تحرق لنا البشرة بتاعتنا بتشيل الكولاجين اللي في البشرة. يعني مش كل وقت الشمس فيه كويسة. هي دي الحاجات وبس. نشوف بقى اليوم التاني هنعمل ايه. هو اول اسبوع هنمشي على اول يوم كده. انا اول اسبوع همشي على اول يوم كده ومفيش شيل حديد. انا مش هشيل اي حديد خالص اول اسبوع على الاقل وبعد كده نبتدي نشوف هنعمل ايه.